ودلوقتي جه معادنا مع فقرة السوشيال لاب، ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة ياسمين صبري. اللي دايماً في حالة نشاط وتفاعل على الإنستجرام، وبتحرص دايماً على مشاركة متابعيها أحدث صورها وإطلالاتها، خاصة في رحلاتها خارج مصر. ياسمين صبري بتواصل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد رحيل، المقرر عرضه في رمضان 2024. بيتابع ياسمين صبري على الإنستجرام حوالي 21 مليون و900 ألف متابع، أبرزهم سوسن بدر، نور، ريهام عبد الغفور، وصلاح عبد الله، وغيرهم من نجوم الوسط الفني. وهي بتتابع 92 شخص، أبرزهم إليسا، إسعاد يونس، حلا شيحة، ومن النجوم العالميين بتتابع جينيفر لوبيز وميسي. ياسمين صبري نشرت حوالي 1229 بوست على الإنستجرام. تعالوا نشوف الصور دي عبارة عن إيه. أكترية الصور بتكون لللوكس بتاعتها في كل إيفنت، بس النسبة الأكبر بتروح للفساتين وإطلالاتها في المهرجانات السينمائية، وطبعاً رحلاتها للدول الأوروبية، فهي نشرت أكتر من 100 صورة لفساتينها من براندز عالمية. من الحاجات الملفتة برضو في أكاونت ياسمين حبها للشنط والإكسسوارات اللي دايماً بتكون من براندز عالمية وبتتصدر الترند. ياسمين صبري بتحب السفر جداً وزيارة مدن العالم، وبتحب تاخد فوتو سيشنز ليها لكل بلد بتسافرها، وكمان بتحب تشارك جمهورها الرحلة بداية من الطيارة لحد ما بتسافر. الرياضة، ياسمين صبري بتحب ومهتمة جداً بالرياضة، ونشرت أكتر من 20 صورة ليها وهي بتمارس الرياضة وخصوصاً اليوغا. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.